حول قانون الاقتراض وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العراق ينضم إلينا الأستاذ الدكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي عبر الهاتف من بغداد. دكتور ماجد، بداية مرحبا بك. مبلغ الاقتراض الذي تريده الحكومة لحل الأزمة الاقتصادية والبالغ 41 تريليون دينار، إلى أي مدى هو حل عملي من وجهة نظر اقتصادية؟ بالتأكيد هذا الرقم مبالغ به إلى درجة كبيرة جدا، لأنه كل الأرقام اللي موجودة والمنشورة من قبل وزارة المالية نفسها أنه معدل الإنفاق الشهري هو بحدود 6 تريليون و120 مليار دينار، وأن واردات النفط والواردات الأخرى وهذا تكون بحدود 20 تريليون دينار للأشهر الثلاثة القادمة. لذلك المسألة اللي مطروحة يعني مع توفر الأموال لكنها غير متجمعة، وبالتأكيد هناك أموال لدى الحكومة العراقية، المسألة اللي مطروحة في الوقت الحاضر هي المناكفات السياسية بين الحكومة، بين وزارة المالية، خلينا ما نشمل كل الحكومة، بين وزارة المالية والبرلمان بشكل كبير جدا. موقف البرلمان من موضوع الاقتراض وموضوع الاقتراض موقف مهم جدا، لأنه لحد الآن هو يطعن في شفافية الأرقام التي تقدم إلى البرلمان، وفعلا هناك مغالطات كبيرة جدا في موضوع الأرقام التي تقدمت. طيب للبرلمان دكتور ماجد، يعني الأمم المتحدة منذ أسابيع أصدرت تقريرا عن الوضع الاقتصادي المتدني في العراق وأشارت إلى يعني بلا شك الحكومة في العراق هي تعلم الأرقام التي وردت في هذا التقرير للأمم المتحدة، يعني هل تتوقع من خلال يعني مراقبتكم للأوضاع الاقتصادية في العراق وإلى يعني كيفية تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة، هل تتوقع أن الحكومة قد وضعت خططا ربما لحل عاجل لمواجهة هذه الأزمة التي يعني هي القادمة التي سيواجهها العراق؟ عزيزي، المسألة الأساسية اللي مطروحة أن هناك توسع كبير جدا في النفقات وبالذات التشغيلية، ما لم يتم تخفيض هذه النفقات إلى درجة كبيرة جدا، ومن جملتها أنه بعض الأرقام التي تؤكد هذا الموضوع أن عدد موظفين الحكومة ارتفع من بحدود 4.2% من يعني أن عدد الموظفين اللي موجودين في عام 2004 وعدد الموظفين اللي موجودين في عام 2020، بينما الرواتب ارتفعت بحدود 36 ضعف، رواتب التقديرية ارتفعت بحدود 36 ضعف. ما معنى هذا؟ لا أعتقد أن الراتب الموظف البسيط ارتفع 36 ضعف، وإنما أكثر ما يمكن أن يرتفع هو بحدود 50% 60%، هذا على أقصى ما تقدير. ولذلك البذخ والهدر والتبذير هو في الرواتب الدرجات العليا من الموظفين، والتي تبلغ المخصصاتهم بعض الأحيان 5 أو 6 أو 7 أضعاف الراتب. ولذلك المسألة اللي مطروحة أن هناك توزيع غير عادل للرواتب، وبمجرد أن يتم القضاء على المخصصات أو تخفيض المخصصات وخصوصا الدرجات العليا والامتيازات بحدود 50% فقط 50%، سيتم هناك يعني توفير بحدود 15 إلى 20 تريليون دينار. هل الحلول المطروحة هذه واحدة كافية؟ هذه في قرار واحد وبسيط جدا، وخلال دقائق يتخذ القرار هذا، لأنه إلغاء جميع النفقات، إلغاء جميع المخصصات التي لم تصدر بقانون وإنما صدرت بقرارات، كلها إلغاءها. نعم. وهذا يوفر مبالغ كبيرة جدا،
تخفض من العجز في الموازنة. بدل إلغاء هذه المخصصات التي تحدثتم عنها، يعني هناك أيضا يعني هناك حلول قامت بها الحكومة، الحلول هي طبعا متجسدة فيما يسمى بالورقة البيضاء، هي لم تقم بإلغاء هذه المخصصات التي ذكرتموها، ولكن هل ترى أن هذه الورقة البيضاء التي يعني قامت بإصدارها الحكومة تكلمت عن تخفيض بند الرواتب بحدود 50% من 25%، يعني هل ترى أن هذه الورقة قابلة للتطبيق؟ يعني قابلة للتطبيق؟ نعم عزيزي، الورقة البيضاء هي ملخص لكل الأوراق والمقترحات التي تم تقديمها من عام 2006 لحد الآن، ومن ضمنها مقترحات المؤسسات الدولية والمنظمات الدولية اللي هذا التقرير اللي تكلمنا عنه في الفترة الأخيرة، اللي هي نفسها يؤكد على ضرورة تخفيض النفقات التشغيلية إلى درجة كبيرة جدا، وخصوصا بند الرواتب مع عدم المساس، شوف مع عدم المساس من الرواتب المحدودة، يعني محدودة الرواتب ذوي الدخل المحدود اللي هي من 1,000,000 فما دون أو من 1,500,000 فما دون، عدم المساس فيها وبالعكس هو يعني من الضروري أيضا تدعيمها أو زيادتها. لكن المشكلة الأساسية هي في الرواتب العليا وفي التقاعد، وهناك مشكلة أيضا مضافة دكتور ماجد، مشكلة مضافة يعني هي إصرار الحكومة على حل أزمتها بالقروض رغم تأكيد الخبراء بعدم جدواها، يعني كيف ستؤثر على الوضع الاقتصادي؟ أقول لك هذا المسألة اللي مطروحة، القروض لحد الآن إذا ما استبعدنا القروض البغيضة اللي هي تقريبا 41 مليار دولار، فإن إجمالي القروض الداخلية والخارجية لا تتجاوز 71 مليار دولار. إذا أضفناها 41 ف 112 أو 111 112 مليار دولار كلها القروض هذه. مال 140 150 160 هذه غير موجودة. هذه الأرقام الرسمية الموجودة لغاية. طيب كيف سيتعامل العراق مع مديونية تجاوزت 140 مليار دولار؟ مو هذه هي المديونية، ليست المديونية، الدين الداخلي والخارجي لا يتجاوز 71 مليار دولار. من الناحية النظرية عزيزي، من الناحية النظرية ممكن الاقتراض ولكن ليس لتغطية النفقات التشغيلية، وإنما لتغطية النفقات الاستثمارية التنموية التي تؤدي إلى القضاء على البطالة والقضاء على الفقر والقضاء على الأمية. هذه هي ممكنة، ولكن المشكلة الأساسية أن مهما كانت القروض ومهما كانت الزيادة في الإيرادات فإنها لن تستطيع أن تغطي هذه الزيادة الكبيرة جدا في النفقات التشغيلية. وصلت النفقات التشغيلية لعام تقديرات 2020 إلى 113 تريليون دينار، إلى حوالي أكثر من 113 تريليون دينار. هذا لا يمكن لأي دولة أن تقوم بأن وارداتها النفطية لا تتجاوز 45 تريليون دينار ونفقات التشغيلية 113 تريليون دينار. كيف يتم تقييم هذا الوضع من قبل وزارة المالية، وكيف يتم تقديم مثل هذه الأرقام من قبل وزارة المالية إلى مجلس النواب؟ بالتأكيد هناك خلل في تقييم النفقات التشغيلية، وهناك تضخم كبير جدا في النفقات التشغيلية، ولذلك من الضروري جدا تقليل النفقات التشغيلية وبعد ذلك التفكير في زيادة الموارد عن طريق الاقتراض أو غير الاقتراض. شكرا جزيلا لكم. الاقتراض مصادر الاقتراض جافة، والوضع السياسي والاقتصادي في العراق لا يسمح للاقتراض إلا بشروط قاسية جدا. نشكركم شكرا جزيلا دكتور ماجد الصوري الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.